this is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم يوسف بكري. لو أنت أول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على زر السبسكرايب تحت وفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز أو تنبيهات كل فيديو جديد بنزله على القناة، واعمل لايك وشير للفيديو مع أصحابك اللي عايزين يتعلموا مونتاج. أوكي، النهاردة عندنا شرح إزاي تضيف الخطين اللي لونهم أسود اللي بيبقوا فوق وتحت في الفيديو. الخطين السود دول بينفعوا في الأفلام، أو هتلاقي كل الناس اللي هم بتوع الأفلام بيستعملوا خطين الاسود اللي فوق وتحت، لان الخطين دول بيبقوا مهمين جدا في المظهر السينمائي او سينماتيك لوك بالنسبه للناس اللي بتشتغل على مونتاج. قدامك خطوتين انك تقدر تضيف فيهم الخطين اللي لونهم اسود دول في الفيديو. الخطوه الاولى انك تقدر تحمل صوره الخطين اللي لونهم اسود من على جوجل، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. هتسحب الصوره دي وتحطها فوق الفيديو، دي طريقه بسيطه جدا. والطريقه الثانيه اللي بعديها انك هتعمل نيو ادجستمنت لاير، بعد كده هتحط عليها الايفكت كروب، بعد كده تعلي في البوتوم وتعلي في التوب، هتلاقي معاك في خطين صوت في الفيديو، وده اللي هنشرحه على ادوبي بريمير دلوقتي. يلا ننتقل للشرح. شرح بسيط جدا مش هياخد مننا وقت. انت هتيجي على قائمه البروجكت، لو مش موجود عندك هتيجي على ويندو، بعد كده تجيب البروجكت، تمام، كنترول وحرف الاي من الكيبورد عشان تعمل امبورت للميديا او الفيديو اللي انت عايز تحطه. مثلا انا اخترت الصوره دي، مش مهم يعني الصوره او فيديو، بس انا عشان الفيديوهات عندي كلها معموله فيها خطين اسود فده اللي لقيته. هنيجي كليك يمين عليها، بعد كده نيو سيكونس فروم كليب عشان تنزل في شريط التايم لاين تحت بالمنظر ده، بعد كده نشد الصوره كده للاخر. اوكي، دلوقتي خطوه اللي احنا نضيف الخطين السينمائيين السود اللي بيبقوا فوق وتحت في الفيديو. في قدامك خطوتين او طريقتين. اوكي، اول طريقه هنعمل بيها او نضيف بيها الخطين اللي لونهم اسود بيبقوا تحت وفوق الفيديو، ان احنا هنيجي على افكتس، بعد كده نكتب كروب. ركزوا معايا كويس، نكتب كروب، هتلاقي ايفكت هنا اسمه كروب في الترانسفورمز في الفيديو افكتس، نسحبه ونحطه على الفيديو او الصوره. بعد كده نيجي على ايفكت كنترولز، بعد كده نيجي على هتلاقي ايفكت كروب بتحط عندك هنا، نيجي على التوب. خلي بالك لو في هنا في علامه المنبه معموله كده شيلها ما تسيبهاش. نيجي على التوب نخليها 10% على حسب بقى انت، والبوتوم 10%. فزي ما انت شايف عمل لك افكت الكروب بالمنظر ده، بقى شكله عامل ازاي، شوف كده بقى في خطين سينمائيين فوق وتحت. لو عايز تزود اكتر تقدر تزود، تخليها مثلا توب 20 والبوتوم 20 حسب حريتك الشخصية، فانت بتختار الخط السينمائي يبقى تخين او رفيع بالارقام عندك هنا. اوكي، دي اول طريقة. اوكي، تاني طريقة عندنا ان احنا نيجي في البروجكت كنترول وحرف الاي ونجيب صورة الخطين السينمائيين اللي لونهم اسود، هحط لك لينكه في الديسكريبشن او اسفل الفيديو تحت. اوكي، بعد ما نكون عملنا له امبورت هينزل لك الصورة بالشكل ده. هو عبارة عن صورة سينما سكوب، صورة بي ان جي، هتسحبها تحطها فوق الفيديو، عفوا تسحبها تحطها فوق الفيديو كده بالشكل ده، بعد كده تكبرها على قد الفيديو، بعد كده نيجي عليها، بعد كده كليك يمين، بعد كده سكيل تو فريم سايز، هيعمل لك السينيماتيك لوك بالمنظر ده كده. كده انا شرحت لك طريقتين على برنامج ادوبي بريمير برو ازاي تضيف الخطين السينمائيين اللي لونهم اسود بيبقى فوق وتحت الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناة، واعمل لايك وشير للفيديو مع اصحابك اللي عايزين يتعلموا توتوريالز على برنامج ادوبي بريمير برو. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.